رندا فهد معي اليوم بـ Eat Smart. جمعة الماضية حكينا كذا مرة عن كيف نحصل على البروتينات من كمية لحم قليل أو غير أنواع من الأكل. اليوم عم نحكي عن البيض. بونجور رندا. بونجور تينا. كيفك اليوم؟ كثير منيحة. طبعاً بدنا نحاول نوفر البروتين لجسمنا بأهين طريقة بأرخص طريقة. بالحقيقة ما في شيء أرخص من البيض. البيض. يعني دايماً أهم مصدر للبروتين وأرخص مصدر دايماً وقت نحكي هي البيضة. سو اليوم بدنا نشوف كيف عندنا مليون طريقة نحضر فيها أشياء بالبيض. اليوم رح أحضر طريقتين صغار بس هيدا لأنه هالقد وقتنا بيسمح. رح أذكر المشاهدين أنه دايماً فيهم يتابعوني على الإنستغرام رندا دنيا فهد أو على الفيسبوك بيج RDF. تحطوا لايك بتكونوا عم تتابعوني. فيكم كتير تشوفوا معلومات إذا بتفوتوا على الويب بيج عندي www.randafahd.com. هلأ في عنا خبرية قبل؟ أكيد. هي مش خبرية أكتر ما هو بدي أخبر عن شيء اسمه بايوتين. هيدا البروتين اللي هو بايوتين هذا النوع من المادة اللي رح تكون عم تفيد جسمنا اللي هي بتفيد الضفير بتفيد الشعر بتفيد الجلد البشرة. هلأ بيّن كمان أبحاث قد هي مهمة للدماغ وأبحاث قد هي مهمة للكبد البايوتين. هلأ البايوتين شغلة وقت أنت تشتري سبليمنت، سبليمنت بيقولوا منيح للشعر، أما في شامبو معين بيبقى مكتوب عليه إنه بيحتوي البايوتين، ولكن هل هيدا البايوتين هو موجود بالمأكولات؟ اليوم اللي بدي أقوله إنه البايوتين موجود بالمأكولات، وإذا نحن أكلنا أكل منوع أبداً ما رح يكون عندنا نقص بالبايوتين، مشان هيك ما كتير بنسمع فيه لأنه ما رح يكون في نقص. هلا من ميلة تاني الأشخاص اللي هن مثلا بياكلوا بيض، إذا عم تاكلي بيض يعني عم تاكلي حقك بالبايوتين، لكن عندنا البايوتين في له قصة، لأنه كمان بالبيضة في مادة اسمها الأفيدن. إذا أنت أكلت البيضة نية الأفيدن بيجتمع بالبايوتين وما بيقعد يخليه متوفر للجسم. فهون كمان قديش مهم إنه نحن نكون عم نطبخ الأكلة لنكون عم نخلي البايوتين متوفر. فالبايوتين مثل ما هو متوفر بالبيض كمان متوفر بالكبد، لأنه بالنتيجة هو البايوتين إذا بده يتجمع المحل شوي بيتجمع بالكبد. فالكبد كمان وقت واحد يأكل الكبد هيدا فيكون عم يوفر البايوتين، ولكن أكيد يكون مطبوخ لعدة أسباب منها لتوفر البايوتين. هون كمان في عنا مأكولات اللي هي البطاطا الحلوة بتحتوي البايوتين، الفطر بيحتوي البايوتين، الموزة والبروكولي. فعم نشوف هون كمان عنا الصويا وكمان عنا الفستق. فعم نشوف هون إذا نحن عم ناكل أكل متنوع رح يكون البايوتين متوفر، والإنسان اللي ما عم ياكل أكل متنوع كرمال البشرة والعيون والشعر إلى آخره مجبور ياخذ سبلمنت اللي هو بيحتوي على البايوتين. عليك اليوم حبيت الدواء دي. صار اليوم عم نحكي عن البيض، إذا نحكي عن بروتينات لأن هيدا همنا هلا. مزبوط. قد ايه عم نحصل على بروتين من البيضة؟ هلا البيضة هي عم تخلينا ناخذ تقريبا 6.3 جرام من البروتين اللي هي كمية كتير منيحة. أنا دايما بقول نحن على وقعة غدا عم بعطي إجمال وهيك عم مرة عم حفظهم للمشاهدين. وقعة غدا كاملة منيح يكون فيها تقريبا 25 جرام من البروتين. وقعات الثانية مثل الترويقة فيكون فيها 10 جرامات من البروتين وتكون لا بأس بها. شرط دايما أنه نحن البروتينات عم ناخذهم بدنا ناخذهم على كل وقعة. مشان هيك لسبب البروتين لأنه بنوفره لجسمنا لكتير عوامل من النمو من نمو العضل، منيح أنه على كل وقعة ناخذ بروتين حتى وقت نكون عم ناخذ سناك، وهيك بنضمن أنه نحن حتى لو أكلنا كميات قليلة على وقعتنا عم نكون عم نحصل على البروتينات. وكمان بدي أقول شغلتين على السناك قبل ما بلش، أنه هلأ السناك عنا إذا نحن أخذنا بيضة مسلوقة أو أخذنا شقفة جبنة وقت أحكي عن الجبنة، ومن بعدها أخذنا شقفة الحلو اللي نحن بدنا إياه منه بكون نحن شبعنا وأخذنا الحلو، ساعتها فينا ناخد فيه كمية أقل. فهيدا بيساعدنا كمان نحافظ على وزننا، ومنه بيكون عم نمرق نحن البروتينات على كل وقعة ومنه بنكون عم نشبع كمان. هيدا إحساس الشبع بيجي من البيضة تحديدا أو لأنه في بروتينات بالبيضة؟ هو لأنه في بروتينات بالبيضة أكيد، وطريقة هضمها للبيضة وقديش هي عم تساعد الهرمونات ليكونوا عم يساعدونا. البروتينات بنلاقيهم بالبياض ولا بالصفار؟
كثير اسئله مهمه اليوم تينا. البروتينات موجودين بالبياض وبالصفار، ما زال سالتينا على هذا الموضوع. نحن البيضه، انا وقت اطلب من الاشخاص ياكلوا البيضه كاملة لأنه أكثر البروتين مظبوط هو موجود بالبياض، ولكن كمان بالصفار في عنا بروتين. يعني نحن عنا جرامين من البروتين بالصفار وأربعة بالبياض. هلأ إذا عم بحكي أنا على حسنات البيض، من الموانع التأكسد اللوتين زياكزانتين اللي فيها، هو موجود بالصفار منه موجود بالبياض. البيوتين اللي عم بحكي عنه، عم بحكي على كثير من المعادن والفيتامينز، هي موجودة بالصفار. بالصفار كمان في عنا الأوميجا 3. فأنا ما بدي نكون عم نقفيها. هلا ليه العالم بقفوا صفار؟ لسببين. أكثر الوحدات الحرارية هي مزبوط هي موجودة بالصفار، ولأنه الكوليسترول عالي. هلا كل الدراسات بيّنت أنه الإنسان اللي بيأكل بيض لحد البيضتين كل يوم، إنسان طبيعي ما رح يعلى عنده الكوليسترول أبدا. والإنسان اللي معه كوليسترول إذا أكل بيضة كل يوم ما رح يعلى عنده الكوليسترول، إلا في أسباب معينة بنحكي عنها بعدين. طب خلينا نحكي عن هالأكلات الحلوين. أوكي، سو أنا عاملة ترويقة وعاملة غدا. أوكي. أورايت، رح بلش بالترويقة. سو هيدي البريكفاست إيج مافن، عملتهم بشكل المافنز كتير هين. كل المقادير هي موجودة قدامنا. رح نستعمل بيضتين اللي هو خافقينه، بكون حاطينهم الملح والبهار الأسود. بالخضرة اللي أنا مستعملتها، مستعملة ربع كوب من البندورة، قصة هون البندورة الكرزية إذا بيقدر نشوفهم. اوكي، عندي هون الفلفل الاخضر والاحمر، كمان عندي دائما عم بستعمل هون ربع كوب منه، نص كوب بندوره، ربع كوب من الفلفل، مستعمله ربع كوب من المشروم اما الفطر. واذا ما كان عندي متوفر الفطر اللي هو طازه، مستعمله فطر معلب. مستعمله هون كمان السبانخ، مثل ما بتشوفوا إذا ما كان متوفر سبانخ طبيعي فيكون مجلد عند السبانخ، فيكون معلب. بهيدي الأيام المتوفر عنا واللي سعره أحسن فينا نستعمله، لأنه فيكون في خصائص كافي مظبوط وغذاء كافي. هلأ شو عملت أنا هون؟ طبعا عندي البصلة بدها طيبة، أجان نص بصلة صغيرة، زدت لها البروتين من خلال الحمص. حلو. فإذا أنا حتى ربع كوب من الحمص، لأن دايما بكون سلقته وحطته على جنب. فهيدي كلها الخبرية نحن بنهوس، دايما بقول ستير فراي بلا زيت أبدا، إذا ملاحظة مش بس عاملة زيت هون. هوست البصلة مع الفليفلة، ومن بعدها زدت كل المقادير. بعد ما هن شوي تحمروا رجعت أنا زدت البيض. ففي أعملها هيك، وفي يكون لا خيف البيض، حطتهم كلهم سوا وحطتهم بشكل الكب كيكس بقلب الصينية مثل ما عاملة هون بالفرن، وبنحطهم بالفرن ليكونوا عم يستووا. فهي هالقد بريزنتبل، هالقد حلوة، هالقد هينة، ما في أهين منها. شو الغذاء هون؟ هلأ هون عندك هاي ترويقة كاملة عم نحكي، عطتنا هول الاثنين مافنز. هاي بيضة؟ هاي بيضتين. بيضتين؟ ايه. اوكي. عطتنا اثنين مافنز، فإذا هي فيها 250 وحدة حرارية، كثير منيحة مع كل هالأخبار اللي عندها. هون عندنا 15 جرام ونص من البروتينات، فإذا هون عطيت كمية بروتين زيادة. عندي 3 جرامات من الألياف، وعندي 12 جرام من النشويات، نشويات معظمهم إجا من وراء التشيك بيز أما الحمص. فينا نكون شوي مقللين يمكن جرامين نحن من البروتين، فيه وما كون حاطة النشويات. فإذا بدي أقلل كتير نشا وأقلل جرامين من البروتين، في استعملها بلا الحمص. حلو. Alright. Okay. So هيدي ترويقة كتير لذيذة وهينة وكتير presentable. رح روح على تاني دش عنا اللي هو هيدا الصحن، هو غدا. وهو شو قولنا؟ التشاينيز ايج اند رايس. فاذا هون نحن مستعملين الرز، يعني بدي هون هالقد عم هين الحياه، انه طب انا عندي رز، عندي شويه خضره، وعندي هالبيض بالبيت، في اخلطهم مع بعضهم واكل اكله وطعمي اولادي اكله فيها كثير بروتين. مش ضروري يكون رايحه اجيب لهم بس هالعجين هالمندو هالباستا اتسترا، وحتى هالشيء في اعمله بالباستا بس اليوم عملته بالرز. وطبعا الخضره اللي عندي اياها متوفره بالبيت. اوكي. هلا اليوم نحن كمان مستعملين بيضتين هون. اوكي، عندنا بهي كل الكميه اللي شايفينها هي بس ربع كوب من الرز المطبوخ، لانه انا حاطه فيها كثير من
الخضرة لعملتها صحن كامل 100%. حتى نص كوب من البازيلا أجين إذا مش متوفرة طازة عندي إياها بتكون البازيلا المجلدة أو المعلبة. عندي كمان ربع كوب من الجزر مقصصته ناعم. عندي كمان طبعا الجرين اونيون البصل الاخضر، وعندي كمان هون حاطه الفليفله الخضراء عندي اياها هلا، ومستعمله الملح البهار الابيض، ومستعمله كمان ملعقتين كبار من الصويا صوص طبعا لنعمله صيني اكيد. هلا فانا هون كمان مثل العاده عم هوس، فاذا عم هوس هون الجزر اذا كنت سلقته نص سلقه اوكي جزر، وحاطه كمان البازيلا وكمان الفليفله. شو رح اعمل اليوم؟ انا ما رح اعمل معهم البصلات، البصلات رح اتركهم خضر وحطهم هيك يتاكلوا على القصقص ويتاكلوا على الوجه. الرز سلقته مع البهار الابيض والملح، وبعدين حطيت جمعتهم مع بعض، كمان خفقت البيضتين وحطيتهم بقلبهم هو والرز عم اخر شيء هن وعم يستووا ريدي. الرز مستوي على الخلط بيستوي البيض 100%. خلطتهم استوى البيض، بالاخر حطيت صويا صوص فوقهم وحطيت هالشقفتين من البصل ليكون واحد عم ياكلها. اكله كامله فيجيتيريان 100%. 100% هون عم نحكي على 384 وحده حراريه، بعدنا غدا كتير 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 خفيف كتير خفيف اوكي. حلو. هلا هون في عندي 24 جرام من البروتين فاصلة 80، يعني عم وصل على 25. مشان هيك تينا عم ضلني حور ودور لوصل لهالعدد. هون طبعا نحن عندنا بروتين جاي من البيض، بروتين جاي من البازيلا ومن الرز الاسمر. دائما وقت يكون الرز الاسمر موفرنا شوي من البروتينات. هون عندنا 7 جرامات من الالياف، رز اسمر في الياف، الخضره كلها فيها الياف، ولكن كمان نحن بنعرف انه هون في عندنا نشويات جاي من الرز جاي من البازيلا، فكمان هون فيها تقريبا حصتين انا بسميه من النشويات. من النشويات هون بهالكمية في بيضة واحدة بيضتين كمان بيضتين دائما عم استعمل بيضتين. وليش عم استعمل بيضتين تينا؟ حتى علي البروتينات، لانه انا دائما عم بوعد المشاهدين انه على الترويقه تقريبا من 10-15 جرام بروتين، وعلى الوقعه الاساسيه بده يطلع لي 25 جرام من البروتين. رح نحكي على البيض يلا. فاذا لح هلا بما انه طلع لنا وقت نحكي شوي عن البيض. كثير اسئله حول البيض رندا، خاصه قصه الكوليسترول، يعني قد ايه صرنا نحكي انه في دراسات اثبتت انه ما بيعلي الكوليسترول، بس بعض الاشخاص اللي بيعانوا من كوليسترول بخاف فيها المخاوف. مظبوط تينا، خليني شوي اشرح هذا الموضوع. نحن بقلب صفار البيضه تقريبا في 184 ملي جرام من الكوليسترول، هيدي كميه عاليه ككوليسترول بحد ذاته اوكي. مشان هيك معه حق الشخص وقت يشوف كميه كوليسترول عالي خاف، لكن الدراسات الاخيره يعني لنا سنين، نحن هلا العالم عم تتقبلها. ايه مظبوط، نحن الدراسات لنا 7 سنين بنقولها تقريبا. فاللي بيعلي الكوليسترول اكثر هو الترانس فاتس اوكي، والاكثار من الدهنيات المشبعه ساتوريتد فات اوكي، اكثر من لو بتاكلي اكله فيها كوليسترول. هلا فالكوليسترول بالاكل غير الكوليسترول اللي بالجسم. مزبوط مزبوط. هلا نحن بقلب الجسم وقت انت تاكلي اكله فيها كوليسترول، هو الجسم بيرجلج بطريقه معينه ما يقعد يعلي الكوليسترول، ما يقعد في افرازات، لان يعني نحن الجسم بيفرز كوليسترول لان نحن بحاجه لها. بس هو الافرازات الزايده اللي ما بتسوى اوكي، والدهنيات المشبعه والترانس اللي هي رح ترجع تعلق على الشرايين. فاذا هون وقت عم ناخذها عم يحد من افرازات الكوليسترول لحد معين. لحد معين اوكي. فهيدي صارت وضحت الخبريه. الخبريه الثانيه انه الاشخاص اللي بياكلوا بيض من 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 اللبنانيه للاجانب، وقتها تاكلي في كثير اشخاص ما بياكلوا بيضه وبيضتين، عندك الرياضيين، عندك ال بياكلوا كميات كبيره. فهون وقت عم ترجعي تاخذي 7 بيضات مع مثلا او اكثر فيهم 7 صفار، طب ما الجسم رجلج على صفار واحد صفارين على الكوليسترول، بس وقت عليتي له هالقد بالكوليسترول ما بقى فيه رجلج. فاذا هون بنرجع عتينا على الكميه اللي نحن عم ناخذها. يعني تقريبا شو المعدل بالاسبوع؟ هلا بعد بدي اخبر ثالث شيء ليكون واضح منيح كرمال الكوليسترول ونحكي عن المعدل. هلا باخر دراسات فاذا بينت
اذا بدي احكي عن معدل لشخص معه كوليسترول، اوكي، هو في ياخذ بحدود البيضه بالنهار. بيرجعوا في اشخاص بيقولوا لي فينا ناكلهم 7 بيضات بنهار واحد، والجواب هو لا. اوكي، بدنا نذكر انه البيضه فيها تكون بيضه اكلتوها كترويقه، او فيها تكون داخله بالجاتو، او فيها تكون داخله بالصوص، او فيها، فاذا هون البيض فيكون بمحلات مختلفه موجود. اوكي، هلا بدراسات بينت انه الاشخاص اللي هن عندهم كوليسترول مرتفع وعندهم سكري مرتفع، هيدي الكومبينيشن هلا بعد شوي عم تخوفنا من تناول صفار البيض. اوكي، فاذا بهيدي الحاله بدنا نشوف. واخيرا في عندنا اشخاص عندهم حساسيه مش الالرجي، بس جسمهم حساس على الكوليسترول، على تناول الكوليسترول اكثر من غيرهم. فهون كيف بدهم يعرفوا الاشخاص؟ نحن قلنا فيكم تاخذوا بيضه بالاسبوع، او يمكن نحن طبيعي هو ناخذ بيضتين مرتين بالاسبوع. اخذناهن، عم نعمل فحوصاتنا وعم ناكل كله اكل صحي، مفروض ما يكون عم يعلى الكوليسترول. شفت انا انه اوريدي كان عندي كوليسترول كثير عالي وعم باخذ هول البيض وكوليسترولي ما كثير ماشي حاله، يمكن انا بكون عندي حساسيه تجاه الكوليسترول، تناول الكوليسترول اكثر من غيره. حلو. اخر سؤال رندا قبل ما ننتقل عند امين ونشوف هو شو رايه كرياضي، قد ايه بيتناول بيض؟ نوعيه البروتينات بالبيض مختلفه عن نوعيه البروتينات باللحمه مثلا؟ باللحمه هي افضل او اقل فعاليه؟ مثلها هي مثلها، ولكن لانه هضمها اهين بنقولها بايو افيلابيلتي، قد ايه هي متوفره للجسم، متوفره بشكل كثير سريع. امين، انا برجع لعندكم وعم بسمع عن جد هيك بانتباه لشو عم بتقولوا. انا بدي عبر هون هلا هالشاشه، لانه الحديث تبعكم عم نحكي كوليسترول، عم نحكي، بدي روح دغري على الفحوصات اللي دائما بتنعمل. انا بدي وجه نداء لكل الاشخاص يلي بتقطع، هن بكونوا بعمر فيني اقول عنه كريتيكال، بمعنى انه بعد ال 30 او بعد ال 35 او بعد ال 40 او بعد ال 40. اليوم لازم دائما نفهم جسمنا ونشوف الساينز اللي عم بيعطينا اياهم بالنسبة لنحن شو بناكل، كيف اللايف ستايل تبعنا. أنا بوجه نداء للناس اللي بيقطع سنة وسنتين وثلاثة، ما بيعملوا فحوصات دم، ما بيعملوا هالأمور، يكونوا عم ينتبهوا عليها أكثر. أمين، ثانك يو، رح نكفي معك بي جيت فيت.